مشاهدين الأحباء، إليكم مواعيد برامج شبكة البث الآرامي من الأربعاء 24 من كانون الثاني وإلى الجمعة 26 من كانون الثاني لعام 2018. يوم الأربعاء تلتقون مع الأخفادي حراق وبرنامج طريق الأقداس، عنوان الحلقة عدوي الثالث، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك. وفي 1 ظهرا بتوقيت نيويورك من يوم الأربعاء تلتقون مع الأخ إسماعيل نمر وبرنامج أنت تسأل والكتاب يجيب، وعنوان الحلقة من تعليقاتكم يعرفونكم. أما في مساء الأربعاء فتلتقون مع الأخ صفا بنوش وبرنامج قوة الملكوت في تمام 8 مساء بتوقيت نيويورك، عنوان الحلقة لا حدود لقوة الملكوت. وفي ختام مساء الأربعاء تلتقون مع الأستاذ كمال يلدو وبرنامج أضواء على العراق في 10 مساء بتوقيت نيويورك، عنوان الحلقة نطالب بانتخابات عراقية نزيهة بعيدا عن المزايدات والترهيب والتفجيرات. أما في يوم الخميس فتلتقون مع برنامج خدعوك فقالوا لك، وذلك في تمام 12 ظهرا بتوقيت نيويورك مع الأخ جون يونان القصعطة والأخ شانت والأخت نوال، عنوان الحلقة خدعوك فقالوا لك أن الجنة خمر وحوريات. أما في يوم الجمعة فتلتقون مع برنامج ما بين الشريعة والنعمة في تمام 12 ظهرا بتوقيت نيويورك، عنوان الحلقة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بين التعايش السلمي وقمع الحريات، مع الأخ كريم الإيراني، الأستاذ نضال نعيسى، السيد أنور الرشيد والدكتور باسم غوريال. أما في ختام الأسبوع من مساء الجمعة تلتقون مع برنامج وارثين مع المسيح مع الأخ لاون الأخ يوخنا والأخ ستيف في تمام 7:30 مساء بتوقيت نيويورك. لمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على أرقامنا أو زوروا موقعنا على الإنترنت abnsat.com.